طيب ايه عوامل نجاح عشان انجح البيئه السحابيه في العمليه التعليميه؟ اول عامل نجاح اللي هو المعلم، المعلم التزام المعلم بمبادئ العمل التشاركي في بناء المعرفه، وعلاقه المعلم بزملائه وتعاونهم معهم، مقدره المعلم على اثاره حماس الطلاب، توضيح وشرح الادوات المستخدمه. يعني الاستاذ هو اللي يقدر يفعل الحوسبه السحابيه في العمليه التعليميه ويخلي الطلبه عندهم تشوق كبير جدا. انا بصراحه اكتر حاجه بعتمد عليها، وهنشوف دلوقتي انت ذات نفسك في الفصول الافتراضيه، في اساتذه يقول لك الفصول الافتراضيه ما بتبقاش زي الفصل التقليدي. لا، انا هوريك دلوقتي، اخليك الفصل عن طريق تطبيق خط الحوسبه السحابيه، هخلي لك الفصول الافتراضيه جميله جدا ومشوقه، وتعمل تنافس بين الطلبه. هنشوف دلوقتي من تطبيقات معينه. اصاله المحتوى، ان احنا هنا بيدخل فيها بناء المنصه او المحتوى على مبادئ نظريه سليمه، استعانه بالخبراء، حدث المحتوى وتنويع مصادر الحصول على المعلومه. يعني الطالب ما بيعتمدش على الكتاب بس، بيقدر يحصل على المعلومه من خلال حوسبه كامله، يقدر يطلع على محتوى من اماكن مختلفه، وهنشوف دلوقتي الكلام ده كله مع بعض. الجوانب التقنيه، ودي بتتطلب بيئات التعلم السحابيه، بيئه تحتيه الكترونيه قويه. يعني انت في مكان زي مثلا المملكه العربيه السعوديه فيها البنيه التحتيه الالكترونيه كويسه، او جامعه القصيم فيها البنيه التقنيه حلوه، تقدر تستخدم الحسابه السحابيه. البنيه التقنيه تعبانه، ما تستخدمش الحسابه السحابيه، لانها بتعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير، وعلى الانترنت بشكل كبير، وعلى الاجهزه اللي في ايدين الطلبه بشكل كبير. السياسات، ان هي برضو عوامل النجاح. السياسات، تكييف السياسات والاجراءات المدرسيه بما يخدم عليه التحول الى البيئات التعليميه السحابيه، ومنح المعلم والمتعلم مزيدا من المرونه لتبني فكره التعليم الالكتروني. يعني في بعض الادارات في المدرسه او في الكليه او في الجامعات، في بعض الادارات، مش كله، يقول لك الادارات عندها الفكر القديم، يقول لك استخدم السبوره والتباشيره، او السبوره والقلم الماركر. لا، انت قادر تستخدم التكنولوجيا وتدخلها الفصل، ده شيء جميل جدا. ما لو الاداره او السياسه داخل المكان اللي انت فيه بيعتبر ان التكنولوجيا او التعليم الالكتروني مضيعه للوقت، يبقى عليه العوض، يبقى ما تقدرش تستخدم الحوسبه السحابيه بشكل كويس داخل الايه. ايضا التقويم والمتابعه، تقويم لدراسه مسار عمليه تعلم الطلاب. هل البرامج اللي انت بتشتغل بها ديت مع الطلبه، والتطبيقات اللي انت بتشتغل مع بقى التطبيقات التكنولوجيه او التطبيقات السحابيه دي اللي انت بتستخدمها مع الطلبه، لها مردود؟ يعني الطلبه بيكتسبوا معارف يا جماعه بتاع فتحت الواحده، لان انا لسه رابط الموبايل بالكمبيوتر، مجرد هزات الموبايل قام رايح فاتح الايه قائمه ابدا. لو انا بقول لك هنا في التقويم والمتابعه، انت برضو لازم تقوم التطبيقات اللي انت شغال بها مع الطلبه، مفيده للطلبه، بتسريهم، بتزود معارفهم، ولا مجرد ان انت بتبين ان قدراتك كده على الطلبه، ان انت بتستخدم تكنولوجيا في العمليات التعليميه دي؟ مهم جدا. تمام، مهم جدا يا جماعه الجزئيه دي. طيب نصائح بقى في اخر حاجه كده، نصائح في التخزين السحابي. دايما يا جماعه استخدم كلمه سر قويه، لان انت كل ملفاتك، انا دلوقتي حاليا كل ملفاتي المهمه ما عدتش بحطها على هارد ديسك، عدت بحطها على كلاود كومبيوتنج. تمام، حوسبه سحابيه. فكلمه السر بتاعتك لازم تكون فيها حروف كابيتال، حروف سمول، ارقام، رموز. اربع حاجات، حروف كابيتال، حروف سمول، ارقام، رموز. وارجو ان يكون كلمه السر قريبه لنفسك بحيث ما تنساهاش. عندك برضو ان انت تحقق بالدخول عن طريق خطوتين، ان تحمل ملفاتك. يعني في ممكن يكون في ملفات مهمه جدا، ممكن يكون دخولك على
الوان درايف بخطوه، والملف او المجلد اللي فيه الامتحانات مثلا او اختبارات مثلا او حاجات زي كده بحط عليها باسورد اخر. توزيع الملفات بيكون تقسيم الملفات اللي بترغب برفعها في خدمات السماع على عده شركات. يعني واحد يقول لك ما تحطش كل في عندنا مثلا يقول لك ايه، لا تضع بيضك في سله واحده. يعني انا مثلا الجامعه جامعه القصيم موفره لنا مساحه قويه اللي هي وان درايف واحد تيرا. فواحد يقول لي انا ليه انا اصلا مشترك في الميجا او مشترك في الدروبوكس او مشترك في الوان درايف؟ ماشي، حطي نسخه هنا ونسخه هنا، حطي نسخه هنا ونسخه هنا. لو حصل مشكله في الجامعه عندك نسخه الميجا او نسخه الوان درايف، حصل مشكله في الميجا مشكله عندك نسخه الجامعه، يبقى انت عندك توزيع الملفات. الخصوصيه، احتفظ بملفاتك الخاصه جدا واللي بترتبط بالمشاريع والافكار، تنزل منها نسخه برضو على هارد ديسك برضو احتياطي. واحد يقول لي رجع للهارد ديسك، لا برضو انت حطها على فلاشه، يعني ملفات المهمه بس. يبقى انت عندك نسخه على الكلاود ونسخه برضو على طيب انا مش عاوز اطول عليكم لان طبعا احنا هنقعد الجزء النظري كبير جدا، مش عاوز اضيع وقتكم. ندخل بقى على الجزء العملي او التطبيقات، لان التطبيقات كتيره ومهم. نبدا بقى كده، ركز بقى معايا في الجزء العملي. جاهزين؟ اضغط واحد عشان نبدا الجزء العملي بقى. الجزء العملي محتاج له ثلاث ساعات لوحده، فاحنا هنحاول احنا برضو سريعا كده نفهمه مع بعض. ممتاز دكتور عبيد جاهزه، ودكتور عبد الحميد ممتاز. تمام، نبدا على بركه الله. اول شيء تعالى كده نقفل بقى ده شاشه الموبايل اهيت، ده الموبايل بتاعنا. نقفل بقى الكلام ده كله ونبدا بقى ان ايه نجيبهم واحده واحده كده. طب لحظه واحده كده عشان ما انساش اي تطبيق. انا معايا دلوقتي حوالي 10 تطبيقات، يلا على الله نعرف نجيب منهم النهارده. طيب اول سؤال او اول حاجه عشان ما تحصلكوش نفس التجربه اللي انا كنت فيها، اتعود كده كل ملفاتك المهمه حطها على السحاب. كل ملفاتك المهمه. واحد بتقول لي يعني ايه يا دكتور سامي؟ يعني ما عادش تحط حاجه على الكمبيوتر، خزن على السحابة. واحد يقول لي يا دكتور انا اخزن على السحابة بتبقى لازم افتح الانترنت؟ لا، مش شرط ان انت تفتح الانترنت، انت ارمي على الكمبيوتر في مجلد كده هوريه لك دلوقتي، ترميه عليه وبعدين اللي انت ترميه عليه خلاص اتخزن على شبكة الانترنت على الحوسبة السحابية. طب ازاي؟ ادي لك مثال. انا افتح الجوال بتاعي اهوت، بسم الله الرحمن الرحيم، ده الجوال بتاعي اهوت. انا مثلا منزل تطبيق اسمه ميجا اهو، زي الوان درايف بتاع الجامعه بالظبط، بس ده بره الجامعه. ميجا ام اي جي اي كده، لحظه واحده ممكن ابعته لكم. لو انت بس كتبت في جوجل كدهوت، لو كتبت في جوجل ميجا هتلاقيه مشهور يعني اهو ميجا. طب ليه مش دروبوكس ولا مش دروبوكس يا دكتور سامي، ولا مثلا وان درايف؟ ميجا بتدي لك 50 جيجا مجانا. يعني انا بحب الميجا عشان كده، تدي لك 50 جيجا مجانا، فانا بحط عليها الملفات المهمه بجانب الوان درايف بتاع الجامعه. تضغط كده عليها كده، ابعت لكم الرابط بتاعها اهوت، ابعت لكم الرابط بتاعها. صح، جميل قوي. طبعا الجامعه موفره لك نفسه بس اهو، ابعته لك اهو. تمام، ده الميجا اهو يا جماعه. ده موقع بتنزله عندك، فلما بتنزله بينزل على سطح المكتب. يعني انا دلوقتي اوريه لك، لو انا مثلا كده
بضغط كده مجانا. بينزل بالشكل ده كده.